تعزيز قدرات المرأة وتنمية مهاراتها وتمكينها من اختيار المشاريع الإنتاجية وحسن إدارتها للوقت لتكون شريكاً فاعلاً في بناء المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني هو ما يسعى إليه برنامج نساء ماهرات الذي تنفذه لجنة سيدات الأعمال بغرفة صناعة حلب. تضمن الدورة عدة أفرع هي عبارة عن مهارات الحياة، مهارات التواصل، مهارات إدارة الوقت، ضمن دراسات الجدوى، دراسة العملية لإذا أي حدا بده يدخل على السوق. الهدف منه تمكين المرأة لحتى تقدر تدخل على سوق العمل وتصير سيدة أعمال ناجحة. هي الدورة رقم 6 اللي رح يتم تخريج هالنساء، ونحن عم نرفض سوق العمل بهالكم من النساء لليوم تكون شريك مع الرجل بالحياة العملية والمهنية، بس ممكن نحن نستهدف شريحة ذوي الجرحى وذوي الشهداء المصابين من خلال فترة الأزمة اللي مرت على سوريا. أهمية الدورة هي أنه نحن نعزز دور المرأة بالمجتمع ونحاول نحطهم على الطريق الصحيح لحتى يقدروا يفتحوا مشاريعهم الصغيرة أو يحاولوا يكونوا جديين أو عمليين بحياتهم، أو نحاول نهيئ لهم فرص يقدروا يشتغلوا على أساسها أو يعملوا مشاريع صغيرة هن يستفيدوا منها. رح يكون تدريبي هو على مهارات الحياة اللي بتتضمن هي مهارات التواصل ومهارات إدارة الوقت ومهارات بناء فرق العمل للسيدات، لأني هن أولى بهذا التدريب لأنه هو بيحسن حياتهم، بيحسن علاقات السيدات مع المجتمع اللي هن عايشين فيه، بيحسن علاقتهم مع بيئة العمل. خطة العمل تستند لهدف، والهدف لازم يكون محدد وقابل للقياس، وبعدين في اليوم الثاني قلنا لهم بعد ما تساوي خطة العمل كيف حتسوق هالخطة، وحكينا لهم كتير عن مهارات التسويق وكيف بيبحث عن الحصة السوقية والفجوة، كيف بيدخل للفجوة ولازم يساوي لها دراسة جدوى اقتصادية. كان خطتي انه افتح مشروع رياض اطفال، بس الفكرة ما كانت واضحة، بهالدورة صارت أوضح وصرت أعرف شو الخطة اللي لازم أحط فيه وأبلش مشروعي وإن شاء الله بنجح. طبعاً تعلمت منه كتير، توضحت لي الأفكار لأرسم طريقي لأرسم هدفي. أنا كان مشروعي أنه أفتح معهد، توضحت لي الأفكار كتير الحمد لله، وإن شاء الله في المستقبل أنا رح أعمل هذا المشروع وأفتح مشروعي الخاص. طبعاً هني علمونا هيدي الخطوات أنه شلون لازم ما أغلط، شلون لازم أتعلم من أغلاطي أهم شيء.